بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. السحر أقفال على الشبك أم أقفال على العقول؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. أشتاتا أشتوت، الباشمهندس عدلي بادئها كده بالشبكة المقفولة والقفل اللي على العقول، إيه؟ أصل لفت نظري ماشي، يعني في أحيانا وكل إنسان وأنا وأنت وكل الناس معرضة لهذه اللحظة، إنك لما تعيك الحيل تقوم تحدف على الغيبيات. آه، وفي ناس مثقفة جدا وتروح لشيوخ ومعمول لي عمل والتاني يقول لك معمول لي، يعني أحيانا قد يدفعك الإحباط إلى هذا. لكن أنا بس اللي لفت نظري إن أما يبقى في حد حاطط قفل على شبكة، ممكن اشك هو عامل لي قفل على الشبكه ليه، بس هل القفل بيلف على الشبكه في الهاف تايم الثاني بين الشوطين زي ما الجون يعني بياخد الفوطه وازازه الميه يعني بياخد القفل معاه؟ الاول انا سرحت قلت الله ايه القفل اللي على الشبكه ده، طب لو هذا حقيقي من حق اي انسان يشك، لكن لا هو اللي عاملها ده مش عارف انه هينقل على الجون الثاني ولا ما قدرتش استوعبها. فوجدت ان كثره الحديث عن السحر حتى لو قد يداعبك هذا الأمر أحيانا، لو أنت بقى مش لاقي حل وتفسير اللي أنت خدت كل الأسباب وبعدين ما مش جايب نتيجة، لكن كمان ما أنت لو أنت قلت لابنك أنت بتذاكر كويس وأنت نبيه قوي بس معمول لك سحر، طب يذاكر ليه ويعمل ليه؟ يعني هي فكرة إن أنا أحيانا القفل يتنقل بقى يبقى عندي أنا عند الـ 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 عند الإنسان اللي هو عايز يحدف كل حاجة على حاجة مش لاقي لها تفسير، وتلتمس العذر للناس إنها تقصر ولا تحاسب. فأنا عمال أفكر في الاحتمالات دي كلها، وبعدين عايز أعرف رأيك. على قلوب أقفالها زي ما القرآن بيقول. عموما هي حلقة المهندس عدلي بدأها بإثارة. بإثارة أعتقد فيها كلام كتير جدا مفيد ويحرك كمان، بس كمان فيها ستة عناوين: الأهلي والمناجم والتنقيب عن بوندو، التوبيخ والتبويخ وتساؤل الوزير، القمة واضحة فماذا عن المنطقة الدافئة، من هنا وهناك والله أعلم، جوجل والمعنى الحقيقي للقطبين، وأخيرا ودائما الأساطير الحقيقية في الصلاة. النهاردة تمرين الأهلي الجاد استعدادا لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي اللي هتكون يوم السبت إن شاء الله. المران صباحي، درجة الحرارة كانت باردة شوية، فوجئ اللاعبون والجهاز الفني بحضور الكابتن محمود الخطيب للمران بعد عودته مساء أمس من رحلة علاجه في فرنسا، رحلة العلاج الطبيعي. التقى بالكابتن سيد عبد الحفيظ باشمهندس، والتقى بالريني فايلر واللعيبة للشد من أزرهم، لكن الحالة الصحية للكابتن الخطيب الحمد لله مطمئنة. يمكن فترة العلاج الطبيعي أسبوعين في باريس، هيعقبها هنا فترة علاج طبيعي وعلاج مائي لغاية يوم 25 يناير. 25 يناير قد يعاود السفر إلى باريس، و يحتمل ان شاء الله لو في نتيجة كويسة لجلسات العلاج المائي والطبيعي كان بها ان شاء الله. مفيش، قد يحتاج الامر لمنظار خفيف علشان يتخلص من بعض الالام. بص، من غير تقارير طبية انا اقارن الان بين الحركة قبل السفر وبعد العودة. لا، في تحسن. بس برضو مازال في زكة خفيفة موجودة. اي، وهذا شأن العلاج الطبيعي، بياخد وقت. ايوه، انما طالما انه في تحسن يبقى الامل موجود انه قد يكتفي باذن الله بالعلاج الطبيعي. وفي الاخر احنا قلنا ايه؟ هي الام يتحملها صاحبها، لان الام العمود الفقري هي مؤلمه للشخص ولكن لا تعوق اداؤه وعمله. لعمله. انما بتكبده الام متعب طبعا، وهو الراجل واضح انه عايز يتحملها في سبيل مسؤوليته الضخمه جدا جدا جدا. الحمد لله على السلامه يا كابتن الخطيب، وباذن الله تعالى كل الشفاء التام وكل التوفيق لكل مجلس اداره النادي الاهلي ولكل مسؤول النادي.
المران اللي انتوا شفتوه حضراتكم مران جاد للمباراه زي ما قلت لكم مباراه السبت ان شاء الله، بس كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ كان استقبل طارق التايب نجم الكره الليبيه المهاري الشهير ونجم الهلال السعودي السابق، عايز يعمل مباراه اعتزاله، استقر على دعوه النادي الاهلي للمشاركه في مهرجانه. كابتن سيد عبد الحفيظ رحب بيه وابدا استعداده بعد العرض على مسؤول النادي للمشاركه في هذه المباراه. كابتن خطيب لما عرض عليه كابتن سيد اكد ان النادي الاهلي حريص على تواصل مهمته وفرقته مع كل نجوم العرب ومع كل الفرق العربيه الشقيقه، وجاري تحديد ميعاد مهرجان تكريم طارق التايب في مباراه بين الاهلي والهلال. شوف، طارق التايب واحد من اعظم المواهب الكرويه العربيه والافريقيه. وفي التاريخ الكره الليبيه يكاد يكون هو الابرز. صحيح. طارق التايب شخصيه موهوبة جدا. والشخصية الموهوبة جدا بيبقى ليها نكهة وشخصية ليها ملامح وأسلوب في التعامل. كاد أن يقترب أو اقترب كثيرا وزار النادي الأهلي وكان يمضي. طبعا. قبل الهلال السعودي. لا، قبل ما حد يعرف عنه حاجة، لأنه كان في تونس. والأستاذ عثمان جنايح ده كان صديق رئيس النجم الساحلي. كان صديق كابتن حسن حمدي وقال له عليه، قال له هو فاضل له كام شهر عندنا، هو شكله مش هيجدد وده لعيب هايل جدا بس عايز معامله طبعا خاصه قوي. جه وبعدين لسبب او لاخر ما تمش الموضوع، ويمكن وقتها الاهلي كان مدجج باللعيبه بالمواهب. طارق التايب ممكن هو بيتكلم وبيلعب وبتاع يفكر ويروح فين ويجي منين لان العمليه احترافيه، ولكن عندما يريد ان يكرم ياتي الى النادي الاهلي الذي يرحب به وبكل موهبه على مستوى الكابتن طارق التايب. ريني فايلر المدير الفني عمل محاضره مهمه جدا للعيبه عن مباراه بلاتينيوم او المباراتين لانهم مرتبطين ببعض ذهاب واياب ان شاء الله. اتكلم معاهم عن طبيعة المرحلة، عن طبيعة المشوار الأفريقي، عن التحدي الصعب اللي الأهلي محطوط فيه، محتاج يكسب الست نقاط من المباراتين، محتاج يركز قوي في مباراة السبت. واضح جدا كان فيه تعليمات فنية مهمة للعيبة، واطمأن على جاهزية الجميع ذهنيا كمان قبل الحالة البدنية والفنية. ده جانب من المران الخاص بحراس المرمى الأربعة، كابتن شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، مع مدربهم السويسري يانكم ميشيل اللي بيقود هذه التدريبات بقوة. وديكم شايفين مستوى الشناوي وصل لفين، وشريف إكرامي استعاد جزء كبير من مستواه العالي بعد شفائه، وعلي لطفي أيضا في درجة جاهزية عالية، ومصطفى شوبير الحارس الرابع الموهوب اللي بيكتسب خبرات باستمرار في وجوده مع الفريق الأول. رامي ربيعة شارك في المران الصباح النهاردة، والجهاز الطبي تأكد من سلامته بعد ما خلص البرنامج التأهيلي اللي أجراه بعد خفيفة في العضلة الخلفية، غاب عنها زي ما انتم شايفين أو فاكرين عن مباراة الاتحاد الأخيرة. محمود متولي رجع وشارك في التدريبات، لكن كان فيه فحص كمان لمحمد محمود في الجونة، والجونة بسبب أنه الطبيب الألماني اللي أجرى الجراحة لمحمد محمود اسمه فايلر كان موجود في أجازة في الجونة، كانت فرصة إنه محمد محمود يعرض عليه في منتجع الجونة عشان الطبيب الألماني يطمئن على استجابة محمد محمود لبرنامجه التأهيلي بعد جراحة الرباط الصليبي اللي كانت أجريت ليه في ألمانيا. إن شاء الله يرجع منها بكل قوة. محمد محمود موهبة عالية جدا بإذن الله، لاعب لسه صغير تكون عنده فرص إنه يقدم حاجة كويسة. حمد فتحي خلص إجراءات سفره لألمانيا. الأهلي حريص على أنه اللعيبة المميزة عنده باستمرار ما بيأثرش في حتة مش بس الجراحة، لا حتى التأهيل. هيسافر إن شاء الله لألمانيا، والدكتور خالد محمود قال أنه حمد فتحي وفقا للبرنامج المحدد ليه بعد جراحة غضروف الركبة هيسافر عشان يعمل المرحلة التالية من البرنامج التأهيلي. بينما رمضان صبحي اللاعب الكبير الموهوب بينفذ برنامج تأهيلي، عايز 12 يوم للشفاء ويدخل بعد كده في مرحلة تأهيل متقدمة.
بعثه بلاتينيوم وصلت النهارده المهندس سمير عدل المدير الاداري للنادي كان في استقبال بعثه بطل زيمبابوي في المطار. تم تذليل كافه الامور الخاصه بيهم، تم وضع كل الترتيبات لبعثه الضيوف فيما يخص الاقامه والتنقلات والتدريب. ماتش يوم السبت من الماتشات المهمه جدا جدا الاسبوع ده، لان الاثنين اللي هم يعني بينافسوك على قمه المجموعه هيلتقيا النجم الساحلي والهلال. واعتقد ان الهلال هو الماتش في تونس ولا في تونس؟ في تونس. في تونس. دي لقطات من فرقه بلاتينيوم هناك. هناك في ملعب بلاتينيوم في هراري. يا نهار ابيض في الغيط. لا يبقى المساله مباراه الاهلي هتكون ان شاء الله في استاد السلام، لكن زي ما قلت لكم مباراه الهلال مع النجم الساحلي هتكون ان شاء الله في استاد رادس، والهلال السوداني بيقوده الكابتن حماده صدقي ومعاه احمد عبد الفتاح مدرب في مهمة. معرفش يعني الواحد يقول له ايه يعني بالتوفيق ولا 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 معلش نقولها لك بعدين ولا مش عارف نقول له ايه. غير ان يعني حماده مدرب كبير. ويستحق اي مسؤوليه كبيره يعني. صحيح. طيب يوم الاحد كمان في قمه الشباب الاهلي والزمالك في بطوله الجمهوريه مواليد 99، الاهلي بيقوده كابتن عمرو انور المدير الفني، فريق الاهلي بيغرد في القمه منفردا. عمرو انور قال المباراه ليها طابع خاص لانه مباراه الدور الاول الاهلي فاز فيها 3-0، وده عامل ظلال من الاهميه على المباراه الثانيه اللي هتكون يوم الاحد. قال ان اللعيبه جاهزه كلها ان شاء الله، لانه فرقه 99 او فرقه الشباب هي الممول المباشر للفريق الاول، يعني كلها لعيبه فيهم ناس كتيره تصعدت اتمرنت مع الفريق الاول، وفي ناس بتشارك مع الفريق الاول، وفي ناس بتامل وعندها فرصه ان شاء الله انه تاخد فرصه في الفريق الاول قريب. ده على صعيد كره القدم. على صعيد الباسكت يوم الجمعه بكره ان شاء الله الاهلي والجزيره مباراه قمه ايضا في دوري كره السله. الاهلي بيستعد بقوه تحت اشراف الكابتن اشرف توفيق. شفتوا الاهلي كان فاز على الزمالك الاسبوع الماضي عن جداره واستحقاق، ونجح الفريق في الفوز على الزمالك 82-68 يوم الثلاث اللي فات في صاله الامير عبد الله الفيصل، يواصل فريق الباسكت ان شاء الله تفوقه قدام الجزيره. هو ده المهم، انك تكسب الفرق اللي انت يعني اخفقت امامها. انت ثلاث ماتشات مع الزمالك ربنا وفقك فيهم. ايوه. الناس بدات او مهتميه جدا فريق الباسكت السنه دي، لان تم دعمه بشكل يرفع من طموحات جماهير الاهلي وثقتهم في فريق كره السله. فكل الناس منتظره هذه المباراه المهمه جدا، لان الحقيقه يعني راح مننا البطوله بتاعه المرتبط بطريقه غريبه جدا، ثواني كانت تفصلنا على المكسب البطوله. فارجو ان نكون استفدنا من الدرس ده، ونقدر نعمل حاجه مع فريق الجزيره اللي هو الجزيره والاتحاد السنه دي في منطلقه. عموما دور السله السنه دي قوي جدا، والمستويات الاربعه متقاربه وقويه، لكن في السيدات الامر يختلف. سيدات الاهلي بيتوجنا ببطوله دوري المرتبط بعد ما فازوا على الجزيره بتفوق كاسح 82-60 في مباراة العودة لنهائي البطولة في صالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر. قدم فريق الأهلي عرض رائع جدا، تفوق في خلال الفترات الأربعة للمباراة. كمان فريق ناشئات الأهلي تحت 18 كان حقق في نفس اليوم الفوز على الجزيرة أيضا بتفوق كبير 55-23 في ذات البطولة، علشان يتوج فريق الأهلي للأنسات بدور المرتبط عن جدارة كاملة. فريق كرة السلة السيدات أو الأنسات الحقيقة أنه ما قدمه الفريق من أداء في بطولة أفريقيا غير مسبوق. أداء كان رائع جدا برضو في الثانية الأخيرة، في الخمس ثواني الأخيرة كان الأهلي متقدما، وبعدين خسر فرق بونت من خلال فاول يعني
صعب قوي ان يتحسب فاول اذا كان واضح جدا في الثواني الاخيره دي، لان ما فيش وقت للتعويض. كان باقي اعشار من الثانيه يعني. ايوه. والفريق البطل يعني جاب الرميتين وكسب، والاهلي طلع الثالث بعد كده. ايوه. لعب مع السبورتنج ثالث ورابع وطلع الثالث. طيب ده كرة السلة رجال ونسات، لكن كرة اليد الأهلي بيعمل صفقة مهمة ويتعاقد مع اللاعب التونسي الدولي اسكندر زايد، هو لاعب فريق نادي الأفريقي التونسي والمنتخب التونسي، تم التعاقد معاه وهينضم للأهلي لمدة 3 مواسم ونص. حصل الأهلي على توقيع اللاعب بعد ما سافر الكابتن عمر شوقي رئيس جهاز كرة اليد إلى تونس لإنهاء الصفقة، واللاعب بعد انتهائه من معسكر منتخب تونس اللي بيستعد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية هيكون في القاهرة للانتظام في تدريبات الأهلي. علشان إضافة مهمة جدا لفريق كرة اليد. فريق كرة اليد زي ما بيقولوا إيه، فاضل على الحلو دقة صغيرة كده. يعني دعم صغير كده ممكن يخلي الفريق ده في مكان تاني خالص. في شغل كويس السنة دي. أظن إن اسكندر وهو لاعب أعتقد إن الزمالك استعان بيه مش الموسم ده اللي قبليه. انا الاسم سامعه وسامع انه لعيب كويس قوي. طيب دي كانت فقرتنا الخبريه، لكن الفقره الاولى الاهلي والمناجم والتنقيب عن بندق. طيب الاهلي ومناجم البلاتينيوم اوكي ماشي، ماذا عن بندق وكيف يكون التنقيب عنه؟ بندق لو فاكرين الحكم البوتسواني اللي حكم مباراه الاهلي والنجم الساحلي في رادس واهدى الفوز للنجم بغرابه شديده جدا، واللي الاهلي قدم فيه شكوى واحتجاج للاتحاد الافريقي وذهب بها بعيدا ضد خرق هذا الحكم لقواعد كره القدم والقانون اللعبه في وقائع كثيره جدا اثناء المباراه. بعد هذه المباراه بندق اختفى عن التحكيم الافريقي. عايز اقول لك انه اتلعبت في الجوله الثانيه 16 مباراه في البطولتين في دوري الابطال وفي الكونفدراليه لم يظهر بندق. تم اعلان اسماء حكام الجوله الثالثه اللي هتتلعب جمعه وسبت وحد، مفيش بندق. 32 مباراه مفيش بندق. بندق اللي كانوا ادوله مباراتين ورا بعض، بصوا المفارقه، يعني هو لم يهمل، ادى للاهلي حكم الاهلي وكان سبور في ختام الدور قبل دور المجموعات، واول مباراه للاهلي في دور المجموعات مع النجم الساحلي. يعني ما بين واحد يحكم مباراتين على بعض ورا بعض لفريق واحد، ولما يظهر اخطاءه الفاتحه او تحاملاته المريبه جدا يتم ابعاده في خبر كامل. 32 مباراه بدون بندق. اختفائه هو نوع من الاقرار بفداحه الخطا اللي عمله يعني. وكالعاده اللي هيستفيد من احتجاج الاهلي ناس ثانيه. يدار الاهلي ويبعد عن البطولات وتقلص فرصه وباخطاء فادحه، ولكن تظهر الحقيقه في منطقه اخرى يستفيد منها الاخرون. ننتظر ماذا يبت في احتجاج النادي الاهلي المشفوع بكل المستندات الداله عن خرق هذا الحكم لقانون اللعبه في اداره هذه المباراه الغريبه الحقيقه. في هذه الجوله الاهلي يفتش عن المناجم او يفتش في المناجم، مباراه مهمه جدا يوم السبت مع بلاتينيوم. المباراه زي ما كل الناس اشارت الى اهميتها لانه جايه الجوله الثالثه والجوله الرابعه حسب جدول البطوله. المباراه هتكون في استاد السلام الساعه 9 مساء يوم السبت ان شاء الله. الحكم من بوروندي جورجيس جاتو من بوروندي. الاهلي في الترتيب الثاني عنده 3 نقاط مشاركة مع الهلال السوداني في نفس الرصيد، بلاتينيوم الرابع والأخير في المجموعة بدون أي نقاط. مين بلاتينيوم؟ زيمبابوي معروفة، كرة زيمبابوي وزمان يمكن تاريخ الكرة المصرية أبرز ما يحويه. وقعت الطوبة الشهيرة لمدربهم الألماني فابيتش والتمثيلية اللي حصلت وأعيدت المباراة أو ألغيت المباراة وأعيدت في ليون عشان يفشل منتخب مصر تحت قيادة الكابتن محمود الجوهري وقتها في انه يروح كاس العالم في فرنسا 98. دي الذكرى الكبيرة للكرة الزيمبابوية مع الكرة المصرية. لكن بلاتينيوم
بيشارك في البطولة المرة دي كبطل للدوري السنة اللي فاتت فريق حديث العهد. فريق فابيتش ده في القاهرة هنا كان حارس المرمى جروبلر الارسنال بتاع الحارس اللي كان بيلعب في الدوري الانجليزي صحيح. وخد اكتر من مره افضل حارس في الدوري. ايوه فيعني كان بتقدم ساعات كده فلتات يعني. ايوه بلاتينيوم اسس سنه 95 تحت مسمى نادي ميموزا على اسم الشركه صاحبه فكره التاسيس خاص بعمال الشركة اللي كانت بتعمل في مجال التنقيب عن المعادن في إقليم اسمه ميديلاندز ده بيشتهر بالتعدين والتصنيع في مناجم الذهب. 2011 تم تغيير اسمه إلى بلاتينيوم ثم قررت الإدارة الانفصال عن شركة ميموزا بعد 3 سنوات من تغيير الاسم مع استمرار اسم بلاتينيوم وده اسم الشركة زي ما قلت لكم التي تعمل في مجال التعدين. لعب بلاتينيوم بعدها في الدوري الممتاز هو مازال في الدوري الممتاز لكن عنده فرقه ثانيه 19 سنه بتلعب في دوري الدرجه الثانيه. الزي الرسمي ليهم الاخضر مع الابيض، الزي الاحتياطي اللون الذهبي مع الاصفر. نسبه لمناجم الذهب والتعدين الفريق بيلعب مباراته في ملعب مندافة اللي هيستقبل مباراه الاهلي في الجوله اللي جايه بيتسع لحوالي 15,000 مشجع على اقصى تقدير. المجموعة المشتبكة زي ما انتم شايفين مجموعة فيها منافسة عربية قوية جدا. النجم الساحلي بعد ما اخذ هدية بوندو الثمينة من الاهلي كسب بعديها كمان بلاتينيوم 3-0 او بعديها كسب بلاتينيوم 3-0 لانه خد دفعة معنوية قوية. النجم ب6 نقاط يتصدر. الهلال فاز على بلاتينيوم في السودان 3-2-1 فعنده 3 نقاط. والاهلي كان كسب الهلال في الجوله الماضيه في القاهره اصبح الاهلي والهلال 3-3 والنجم الساحلي عنده 3. الجوله ديت الاهلي بيستقبل بلاتينيوم والنجم بيستقبل الهلال وزي ما اشرنا من شويه كابتن حماده الصدقي في جهاز فني مصري اهلاوي بيقود طموحات الهلال السوداني لانقاذ فرصته. هو طبعا نوع من الذكاء الهلال واقع مع النادي الاهلي في مجموعه فياتي بمدرب مصري عارف كل شيء عن النادي الاهلي عشان ما يضيعش وقت كتير ويجيب واحد لسه هيستكشف قدرات الفريق وقدرات المنافسين. طيب فهي خطوه فيها نوع من الفكر الذكي يعني. في الجوله نفسها بقى في نفس البطوله الزمالك سافر زامبيا عشان يلعب زيسكو يونايتد الساعه 3 يوم السبت. هذه المجموعه مازيمبي فيها عنده 6 نقاط، الزمالك عنده 3 نقاط، زيسكو يونايتد عنده نقطة، وبريمير دي أوغوستو الأنجولي عنده نقطة. مجموعة برضو مازيمبي عنده فرص كبيرة جدا ليتأهل كأول المجموعة. الزمالك بيسعى لإنقاذ فرصته أمام زيسكو يونايتد. المجموعة الثالثة فيها منافسة أيضا قوية جدا. سان داونز الجنوب أفريقي بيتصدر المجموعة الثالثة عنده 4 نقاط، اتحاد الجزائر عنده 2 نقطة، الوداد المغربي عنده 2 نقطة، بترو أتلتيكو الأنجولي عنده 1 نقطة. الجولة ديت اتحاد العاصمة بيستقبل سان داونز، دي مباراة مهمة جدا لتحديد شكل الصدارة. اتحاد الجزائر شوف المجموعة دي واضح إن التنافس فيها مختلف عن المجموعات كلها قريبة، كل الفرق عندها فرص. أيوه كل الفرق عندها فرص يعني هتجد ان المجموعات التانية في فرق عندها 0. يعني الوداد هيلعب في الجوله ديت في ملعبه مع بترو اتلتيكو، لو الوداد كسب بقى عنده 5 نقط. ايوه اتحاد الجزائر هيستقبل سان داونز، لو الاتحاد كسب هيبقى عنده 5 نقط، اللي عندهم اتنينات هيبقوا عندهم 5، لكن سان داونز اللي عنده 4 هيفضل 4 الا اذا عمل نتيجه افضل في الجزائر. يعني هيتعادل هيبقى 5 بالظبط. يعني شوف ما حد يعني اذا سان داونز كسب هيبقى عنده 7 هيبقى نبتدي هنا ملامح المجموعه تبان لكن لو تعادل او خسر ما تبقاش عارف مين اللي هيطلع لك. طيب الضرب النار في المجموعه الرابعه الترجي التونسي صحيح حامل اللقب عنده 6 لكن شبيبة القبائل الجزائري عنده 3 والرجاء المغربي عنده 3.
فيتا كلاب الكونغولي ما عندوش حاجه. في تصادم عربي في الجوله دي، الرجاء مع الشبيبه، المغاربه ضد الجزائريين، والمباراه في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بكره ان شاء الله الجمعه. لكن الترجي ايضا بكره هيستقبل فيتا كلاب الكونغولي. الترجي الترجي مؤهل للمكسب، عنده 6 وفيتا كلاب ما عندوش حاجه، فالترجي عنده فرصه انه يعمل العلامه الكامله حتى الان ويوصل لتسع نقاط. الترجي يعني لما تشوف حتى لما لعب مع السد القطري في كاس العالم للانديه 6-2 ايوه، فلا فرقه بتدي مؤشرات قويه جدا يعني واتدعمت كويس. اذا دي احوال المجموعات الاربعه في البطوله، لكن المهم جدا بالنسبه لنا ان ينجح الاهلي في التنقيب عن منجم بلاتينيوم ويخرج بفوز مهم ان شاء الله. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل التوبيخ والتبويخ وتساؤل الوزير. أشتاتاً أشتوت، بدأها لكم المهندس عدل أظن بعمل سفلي في الجول. التوبيخ والتبويخ، لما توبخ واحد ولما تبوخ قوي. وتساؤل السيد الوزير، التبويخ عقوبة فيها نوع من أن أنت بتوبخ واحد أو بتلومه أو بتعنفه أو بتوجه له إنذار. بالمناسبة اللي صدر عن لجنة الأخلاق والانضباط في اتحاد الكورة في توجيه عقوبة التوبيخ للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة في الأهلي، ده نص موجود في اللائحة ومنصوص على معنى التوبيخ، أو هو طبعا في القانون دي عقوبة موجودة، بس كمان تم النص عليها في اللائحة أنه تعني توجيه خطاب للشخص المعاقب تخطره بحجم ما ارتكب من خطأ سلوكي تجاه الواقعة، درجة أعلى من اللوم بالظبط. ما هيش عقوبة لكن درجة أعلى من اللوم. لحد كده بقى لا، لوم مكتوب. لوم مكتوب في خطاب بعلم الوصول، نظام أدينا نبهنا عليك تاخد بالك. كابتن سيد عبد الحفيظ عنده كل التقدير والاحترام للحكام، ولما كان بيطرح وجهة نظر كان بيطرحها بتزعل بعض الناس، لكنه كان بتبقى تساؤلات، وتساؤلات خاصة في مجال التعيينات، سياسه تعيين الحكام. هو ليه ما عاقبوش الكابتن سيد؟ جزا يعني واضح يعني، في ناس كتير ايه التبويخ دي؟ التبويخ توبيخ التبويخ توبيخ انت لخبطتني. لان الكابتن سيد ذكي ومهذب وكان يغلف انتقاده في شكل تساؤل مهذب، وكأنه يعني مش بس هو تساؤل يحمل راي. ايوه، فهو يعمله ايه في الحاله دي؟ التوبيخ. توبيخ. لكن غيره لا، بيجرح بيبوخ. بيجرح وبيشتم واتهام مباشر يعني. لذلك العقوبات هنا، واحنا شعرنا في الموقف ده بالذات بحاجتين مهمين جدا ينقصهم حاجه اكثر اهميه. شعرنا ان لجنه الانضباط لما بيوصل لها حاجه بتعلن عن وجودها، بتتخذ اجراء. خلي بالك من اللمه دي عشان هرجع لها حالا. وان اتحاد الكوره هو جاد في دعم القرارات اللي تتصدر سواء من الانضباط او من لجنه المسابقات. كويس. وصل الامر انه راح للجهات المعني بها مراقبه التنفيذ. قال لهم انا دلوقتي خدت القرارات دي، نفذوا لي. وعندي نفذوا لي هيجي الدور اللي انت عايز تستعرض فيه تعليقات المهندس خالد عبد العزيز الوزير السابق لوزاره الشباب، وهنناقشها. لكن اللي انا بقى
ولذلك بقول لك اللي بتتعرض عليه، اللي انا ما زلت هتساءل مع كل قرار يصدر سواء من لجنه المسابقات ولا لجنه الانضباط، وماذا عن شكوى الاهلي؟ طيب الناس فسرتها الاول، لا دول يعني عاملين حساب للاشخاص اللي ايه مشكوا في حقهم، لا ما هو ما انت بتعاقب، مش بس ده انت واخد قرار على اربع شخصيات منهم اثنين اعضاء في مجلس الشعب ورا رؤساء انديه. ايوه بالظبط، مش دورك ان انت وانت بتاخد الحكم انه هيتنفذ ازاي، ده جهات اخرى هي اللي ايوه، لكن خدت قرار. ايوه، ومجرد اتخاذ القرار حتى لو لم ينفذ او او سوف ينفذ بطريقه، مهما اذا كان مجرد اتخاذ القرار هو رضع. وبيبان ان لا المساله مش هتعدي. ولذلك هو انا بتساءل، هو اصلا شكوى الاهلي وصلت للجنه الانضباط ولا لا؟ طب اذا كانت ما وصلتش ازاي ما توصلش؟ طب اذا كانت وصلت ازاي ما تاخدش في شانها قرار؟ تقصد ان الاتحاد ما رفعهاش، يعني الاهلي بعتها للاتحاد؟ انا بسال سؤال. هي وصلت لجنه الانضباط ولا لا؟ الاهلي بعتها؟ والاتحاد استلمها. ايوه. وصلت ولا ما وصلتش؟ اول سؤال، وصلت. يبقى لجنه الانضباط اين القرار؟ لازم نعرف ليه ما فيش قرار، حتى لو قرار بالاطلاع على شكواكم والحفظ وجدنا انها تخلو من اسباب توقيع المساءله. قول لا وجه للمساءله فيها. قول او بنفس القوه والعداله نشوف راي في هذا الامر. طب لو ما وصلتش مساله اكبر، تبقى المساله هنا يعني طب هنعمل ايه؟ اتحاد الكوره محيرك، يعني تسمع همهمه تتضايق، تشوف قرارات تنبسط. خلاص؟ الاختبارين اللي انا ما عجبونيش يخصوا النادي الاهلي. التعامل مع قضيه مباراه القمه، التعامل، انا بقولش اجل ولا ما تاجلش، لكن طريقه حتى انك تقول هاجل ما اتعملتش بالطريقه الصح. فعملت مشكله. ودي كانت مباراه بينظمها النادي الاهلي. ايوه. الثانيه الشكاوى التي قدمها النادي الاهلي. يترد يا جماعه، مجرد ما بترد الناس بتفهم. حتى انا حتى يعني نفترض ان انت يعني بالكياسه كده مش عايز تصعب، تقول رد دبلوماسي كده وتطالب النادي الاهلي بالتهدئه وتطالب ان احنا بنراقب وتطالب. انا مش بدي الحلول، انا بقول انك انت بمجرد ما بتتكلم يا انا عندي حق في شكوتي يا ما عنديش. حتى لو انت قلت لي ما عندكش حق ادرس الاسباب، امال انا اشتكيت ليه وانا متصور ان عندي حق؟ ايوه. طب عندي حق اخده. ايوه. انما اسيب الامور كده لكل واحد عايز يجتهد ويفسر ويصعب ويشكك ويشحن ويغيظ ويحفل، لا ده 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 بيشيع حاله من البلبله. ارجو ان الموضوع ده لازم يحصل فيه كلام. إذن الامر واضح، لجنه الاخلاق والانضباط في الاتحاد اعلنت عن وجودها، واعلنت عن وجودها بحزمه قرارات نحييهم عليها، نتفق معاهم عليها، حتى ما يخص الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في الاهلي، لانه اذا اردنا فعلا الجديه في ان احنا تنضبط الامور يبقى الكل سواسيه. اذا شفتوا انه في طرف حتى لو هو مسؤول في النادي الاهلي اخطا، العقاب مستحق، درجه العقاب بتحددها اللائحه وفقا لحجم الخطا، محدش يقدر لا يخالف ولا يناكف ولا يختلف او على وشك ان يخطئ مثلا. يعني انت دلوقتي مش عايز الكابتن سيد يستمر في طريقه اللي هي ايه الملاعبه، المداعبات اللي ممكن تعمل يفهم منها ردود الافعال اللي مش صح، هياخد باله. بالظبط، ياخد باله. الاخطار والانذار ولا حتى التوبيخ اوكي مفهوم، بس انت عندك لائحه، عندك لائحه واضحه وعندك رغبه، وها هي الاراده موجوده، فماذا عن كل الشكاوى اللي وصلت ضد اخطاء ثابته وموثقه وعليها ادله صوت وصوره وموجوده عند ذات اللجنه اعتقد.
في أدراج اللجنة، والحق لا يسقط بالتقادم، وعلى رأس اللجنة قاضي جليل من أول لحظة لتعيينه قال لك الكل أمام القانون سواسية، وما عندناش لا سين ولا صاد ولا في فرق بين أي حد، وعلى كل أطراف المنظومة هيتم وهو تطبيق اللائحة. وده حصل بدليل العقوبات اللي أنا حضراتكم تابعتوها، منع الأستاذ فرج عامر رئيس نادي سموحة من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة، وغرامة 50,000 جنيه لما بدر منه من تصريحات تسيء لطاقم الحكام اللي أدار مباراة فريقه مع أسوان، إيقاف علاء الدين مصطفى سالم مدلك فريق المصري 4 مباريات، غرامة 50,000 جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه مع بيراميدز، إيقاف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات، غرامة 100,000 جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام ذات نفسه وحكم مباراة فريقه أمام سموحة، توبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حال تكرار ذلك، إيقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان 2 مباراة لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام، إيقاف مصطفى محمد يوسف نايل المدير الإداري لفريق شركة أسيوط لتكرير البترول 10 مباريات وغرامة 50,000 جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام الفيوم، إيقاف رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة 4 ماتشات وغرامة 50,000 جنيه لما ورد منه في حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة. يعني اللجنة الموقرة ورئيسها قاضي جليل، العقوبات شملت من مستوى رئيس النادي مرورا باللاعبين الإداريين حتى المدلك، كله لم يسلم من عقوبات تأديبية مستحقة وفقا لما ورد في حيثياتها، ما فرقتش بين الدوري الممتاز والقسم الثاني، أخذت عقوبات في الاتجاهين، يعني موجودة ومفعلة وفكرتنا انه نشاطها موجود هايل. ماذا عن علامه استفهام الكبيره اللي ما زالت موجوده عن شكاوى النادي الاهلي للجهات الرياضيه، حتى الان لم يبت فيها ولم يرد عليها. لكن التبويخ بقى انه يجي تنفيذ العقوبه، كل الاطراف العقوبه حسب ما اللجنه اعلنت واتحاد الكوره قال تم اختار الانديه بيها الساعه 2 الظهر في يوم صدورها. مجدي عبد العاطي المدير الفني لاسوان كان التزم. اسوان بيلعب بره الارض والتزم، لا التزم حضر، بس حضر وقالوا مبرر للجنه ان هي تناقشه، انت بتختارهم وهم في اسوان الساعه 2 بالفاكس، هم بيلعبوا بره هنا والساعه 2:30 مباراتهم كانت الظهر، فواضح انه ما كانش فيه اليه إن يتم اختارهم من أسوان لهنا بأنه في عقوبة وصلت بالفاكس للنادي. فبالتالي اللجنة ليها حق تقدير الموقف فيما يخص مدرب أسوان للمباراة كانت الساعة 2:30 الظهر والاختار الساعة 2. لكن ما يخص رئيس نادي الزمالك المباراة الساعة 7:30 بالليل، الاختار حسب ما الاتحاد قال كان الساعة 2 الظهر، في 5 ساعات ونص كافيين جدا بعد الاختيار في كل وسائل الاعلام، ومع هذا تم خرق العقوبه. الاتحاد هيعمل ايه؟ هو ده السؤال المنتظر. انا بس عايز اسال سؤال. اه. كابتن رضا نفذ؟ لسه المباراه كده هينفذ طبعا. طيب. الكابتن مصطفى يوسف نايل كله نفذ طبعا. كله نفذ. اه. والاستاذ فرج عامر ما جاتش مباراه، يعني ما حضرش المباراه بتاعت فرقته. فلسه اللي جايه ما اعلنش ان هو هيحضر يعني او لا يحضر. اذا هو القرار صدر بعد المباراه اللي لعبها سموح. لا لكن انا سمعت انه قال يعني انا هتظلم بس هنفذ. ما هو هنا تعليقي بقى يا استاذ ابراهيم. اه. دلوقتي في 2 رؤساء أندية والاثنين اعضاء مجلس الشعب. والمهندس فرج عامر هو ايضا كان رئيس لجنه الشباب السابق. ايوه. هياخد قرارات. بعد ما تقرا لنا التويته بتاعت
الماتش خالد عبد العزيز ونتناقش فيها، لانها بتمس الوضع ده، بتمس موضوع ان انا ابقى راجل عنصر من عناصر اللعبه او عنصر من عناصر الرياضه وعضو مجلس الشعب اتمتع بحصانه، عشان نناقش هذا الامر. لان احنا في اختبار دلوقتي في 2 اعضاء مجلس الشعب، واحد يبدو ان هو سيمتثل والله اعلم هيحصل ايه، والاخر ما امتثلش لانه حضر الماتش بتاع خرق القرار. ده خلى اتحاد الكوره يعلن عن خطابات رسميه مهمه بعتها للجهات الامنيه المختصه بما فيها الامن العام ورئيس مجلس اداره الشركه الافريقيه، الشركه المنوط بها تنظيم المباريات، اللواء محمد نبيل الدسوقي، بيقول له الاتحاد ده النص اللي راح للجهات الامنيه العليا المختصه واللي راح لرئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية، بيقول له يسعدني أن نهدي سيادتكم أطيب تحيات الشخص أطيب التحيات الشخصية وتحيات اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، متمنين لسيادتكم دوام النجاح والتوفيق. مرفق طيه، قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم والخاصة بمنع حضور عدد من الشخصيات الرياضية من المباريات الرسمية التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، فبرجاء مراعاة تنفيذها حفاظا على الانضباط بالملاعب المصرية. ده الخطاب المرسل للجهات الأمنية العليا المختصة وللسيد اللواء محمد نبيل الدسوقي، للشركة الأفريقية، للشركة الأفريقية المختصة بتنظيم المباريات بنفس النص. هنا الأستاذ فرج عامر قال إنه يتظلم. لائحة لجنة الانضباط بتحدد أوجه التظلم، من حق التظلم، من حق الشخص يتظلم في العقوبات اللي بيزيد الإيقاف فيها عن 6 مباريات وتزيد الغرامة فيها لا تقل عن 200,000 جنيه. دي العقوبات المستحق التظلم بشأنها، أقل منها اللائحة ما ادتش حق التظلم. هيتعاملوا إزاي مع ما أعلن الأستاذ فرج عامر عن عزمه في التظلم؟ ده ما اعلنش عنه اتحاد الكره بعد، لكن في تساؤل منطقي جدا لما اتقال انه اللائحه الداخليه لمجلس النواب بتحفظ حق عضو مجلس النواب انه لا يحاسب باي قرارات عقابيه امام اي جهه اخرى، يفعل ما يريد ولا يعاقب في اي مكان خاص باي جهه. هكذا قيل انه دي اللائحه الخاصه بأعضاء مجلس النواب. ده خلى الوزير السابق، وزير الشباب والرياضة السابق، المهندس خالد عبد العزيز يتساءل في تويتة مهمة وكاشفة، لأنه الممارسة هي دايما اللي بتكشف العوار التشريعي، تيجي تمارس فيظهر لك العوار والخطأ فين عشان تقدر تتداركه لو عايز تعمل مساواة فعلا بين الأفراد كلهم وبين كل الهيئات. فبيقول المهندس خالد عبد العزيز تويتة: هل يمنع القانون لاعبا أن يكون عضوا بمجلس النواب؟ لو أي لاعب كورة قامت في دماغه يترشح لمجلس النواب، حقه ولا مش من حقه؟ الدستور بيديله الحق الكامل، سواء لاعب حالي أو لاعب معتزل. بيشتغل إيه؟ مش ده الموضوع. بيقول: وفي هذه الحالة هل من حق حكم المباراة أن ينذر أو يطرد هذا النائب الذي يتمتع بالحصانة؟ وهل يحق للجنة المسابقات إيقافه لعدة مباريات؟ دي قرارات عقابية. ممكن بقى إذا كان لاعب، هل من حقه إنه يعمل فاول على لاعب؟ ها؟ مفيش بنالتي عليه فاول؟ مفيش فاول، عيب على سيادة النائب، مفيش فاول. أو إنه يشتم لعيبه لو رد عليه يبقى سيادة النائب ما تحسبش عليه فاول. شوف، واضح إن هو عارف إن في حاجة بتقول إنك يعني في الحصانة تمتد إلى القرارات الإدارية حتى خارج المجلس. ماشي، لكن تعالى هنا اللائحة اللي احنا بتقول إيه؟ إذا ما أنت، أنا رئيس نادي، أنا مدير عام نادي، أنا مدرب، خدت جزء، ما نفذتش لأن عندي حصانة. طب أنا مش هقدر أجبرك، مش هقدر أفرض عليك انك تنفذ العقوبة. تتحول العقوبة من عقوبة على الشخص الى الكيان. لانك انت توقعت عليك العقوبة لانك تمثل هذا الكيان. الكيان بالظبط. وهنا بقى مفيش حصانة على الكيان،
يعني برضو اللي عايز ينفذ هيلاقي طريقه ينفذ بيها. هيلاقي الطريقه ليه؟ ده هيلاقي ماده صريحه واضحه وضوح الشمس في لائحه لجنه الاخلاق والانضباط، الماده 30 بتقول له اللي النقطه اللي المهندس عدلي مساها، في حال عدم تنفيذ القرارات الصادره من كافه لجان الاتحاد في الوقت المحدد توقع على الشخص الطبيعي عقوبه المنع من اي نشاط يتعلق بكره القدم وفقا لما تحدده اللجنه، وتوقع على الانديه عقوبه الخصم من النقاط او الهبوط الى القسم الادنى. ما تنفذش، انا مش هقدر اعمل لك حاجه. احضر. بس انا انقل العقوبه على الكيان. اللي انت بتمثله. مدرب طردتك. ما طلعتش من الملعب. انقل العقوبه على الفريق الكيان. هنا احنا بنناشد بقى. ايوه. ومن اجل الصالح العام. ايوه. ومن اجل العداله. ومن اجل اشاعه الانضباط. ومن اجل التقدم بالسلوك. وتكافؤ الفرص. ان كل من يتمتع بحق لا يستخدمه الا في اطار فلسفه هذا الحق. وانه يعني مثلا انا رئيس نادي اتوقع عليا عقوبه، اقدر اقول لا مش منفذ. طب ما انا انفذ وادي نموذج واقول للناس رغم انه ما يقدرش يعمل لي حاجه، لكن انا لاشاعه الانضباط، انا لصالح النظام العام والمجتمع ودعم السلوك الرياضي همتثل وتظلم وتظلم من حقه. لكن لو انا قعدت امارس حقوقي بتعسف، الموضوع هيحتاج بقى لمراجعات كتير جدا في هذا الشأن. ما تقدرش الحياة تستمر ان انا مش عارف اتعامل مع واحد لمجرد ان الشعب اختاره يعبر عن مصالحه، يوم يستخدم هذا الحق الذي حصل عليه نتيجة نجاحه باختيارات شعبية ضد الشعب اللي اختاره. بالظبط. ايه التناقض ده؟ لا، هو الشعب بيدعمك وانت بتاخد هذا الحق عشان يبقى عندك من الثقة والجرأة وثبات الموقف انك انت مش هتتحمل اي خطر يخصك نتيجة انك بتقول رأيك او بتدافع عن رأيك. لكن لو خبطتني بالعربية، لو شتمتني في الشارع، ما ينفعش تستخدم الحق ده ضدي، لان انا اللي بجيبك، انا الشعب، انا المواطن اللي في الشارع الذي لا حول له ولا قوة، الذي في الملعب ولا في المصنع ولا فلم انتخبك عشان تفرض سيادتك عليا، صاحب الصوت. انا بجيبك عشان تدافع عني، تنوب عني تشريعيا، وعشان لا وعشان تدافع بانك تنوب عني تشريعيا وترد المظلمه عني، تقوم انت اللي تظلمني. الكلام ده يا جماعه بصوا له من هذا المنظور. هنكبر. منظور مهم على فكره. منظور مهم. منظور مهم. وفي نفس الوقت عضو مجلس الشعب اللي يمارس هذا زي ما شفنا في رئيس البرلمان الكويتي هو اللي بيطالب يكبر ويدي ثقه للناس فيه اكتر، وهو نفسه يخجل خصومه. لا، انا مش هستخدم هذا الحق معاكم، انا هجرد نفسي من هذا السلاح وانا عشان صاحب حاكم انا وهي، وانا صاحب حق واثق في نفسي. بالظبط. هنا النقطه المهمه جدا، لانه كمان المهندس خالد عبد العزيز لما على تويتر حد ناقشه في التويتر اللي احنا قريناها لكم، قال الطرد والايقاف والعقاب في الملعب دي قرارات اداريه برضه، فاللائحه اللي بتنص على عدم جواز محاسبه عضو البرلمان تاديبيا من اي شكل من الاشكال الاداريه ينطبق على العقوبات الاداريه الخاصه بالرياضه. طب اقول لك مثل، انا عايز تاني. اقول لك هقول لك على مثل، لا مثل تاني. مثل تاني اصل في الحته الاداريه دي. ايوه. هنا لو فيما يخص رايي في مجلس الشعب، فيما يخص رايي في مسؤوليتي السياسيه، ده انت عارف تاكيد. لكن ده اللي ده ايه؟ انا موظف. ها، في الاخبار. في النادي الاهلي، في اتحاد الكوره، موظف وعضو مجلس الشعب، ممكن اضرب واحد براحتي ومحدش حاسبني؟ ممكن
اختلس واذا لم يرفع المجلس عني حصانه ما حدش يقدر يحاكمني؟ يعني ما فيش حاجه منطقيه. انا هقول لك على نقطه مكمله لبند الحصانه من العقوبات الاداريه عشان تشوف حتى المشرع لما ادى عضو البرلمان الحق ان هو يحميه من اي عقوبات اداريه في اي هيئه ادهاله حفاظا على قيمته وهيبته عشان ما يصحش نائب عن الشعب. هي قيمته جايه من قيمه الشعب، هو كشخص شخص عادي زي كل الناس اقل او اكتر، لكنه قيمته هي القيمه النيابيه انه بينوب عن الشعب في الدور التشريعي والدور الرقابي، بس كمان علشان يديله هذه التحصينه اداله الحق في التفرغ لعمله الرقابي. الموظف العام عضو البرلمان هو مش محتاج يتعرض لإيقاف ولا عقاب إدارية لأنه القانون بيديله الحق أنه ياخد تفرغ من عمله الخاص. بيديله الحق ولا بيلزمه؟ لا بيديله الحق. طب مش عايز أنا الحق ده. هو كله بيتفرغ، هو بيتفرغ وياخد مرتباته من الهيئة اللي شغال فيها، يعني لو شغال في مؤسسة بياخد مرتباته الكاملة نظير وياخد حق التفرغ لأداء عمله النيابي. فعشان كده هو مش عرضة للعقوبات الإدارية لأنه في الأصل متفرغ للعمل النيابي، لكن هو محامي يمارس كل اختصاصاته كمحامي، ارتكب خطأ يستوجب محاسبته أمام لجنة التأديب في نقابة المحامين، يجوز محاسبته شأن كل المحامين ولا لا؟ هو صحفي ارتكب خطأ في الممارسة المهنية يستوجب محاسبته أمام لجنة القيم في النقابة ولا لا؟ هيقول لك يستوجب بس يترفع عنه الحصانة. طب ما اترفعتش عنه الحصانة هعمل إيه؟ هي عمليه عايزه يتبص عليها كويس وتتحط لها الاطر اللي تدي الدعم لعضو مجلس الشعب انه يكون فعلا بيؤدي عمله باطمئنان، الجانب السياسي، الجانب اللي هو بيتعلق بالراي، لكن في الجانب الاخلاقي، الجانب السلوكي مع الناس، انك تديني حقوق مش موجوده وتمارس هذا التعسف معايا. لو انت في عماره وانا جارك اعمل معاك ايه وانا في الطلعه والنازله بتشتمني؟ ده حته كمان في الرياضه يا باشمهندس، هقولكم مثال بسيط جدا. الدوره اللي فاتت طارق السيد لاعب نادي الزمالك الباك الشمال رشح نفسه عن دايره في المنيا ولم يوفق، هو حاليا مدرب في المنيا واعلن انه هيرشح نفسه في الانتخابات اللي جايه الصيف اللي جاي. طيب لو نجح وهو مدرب يعاقب زي بقيه الناس ولا لا؟ كابتن احمد شعراوي، ما هو احمد شعراوي في بلديه المحله، مسك بلديه المحله ونائب، كان يعاقب ولا لا؟ هي دي التساؤلات اللي المفترض الاجابه عليها تكون حاسمه، لانه ما تستهتروش، مش هينفع تحسب فاول على سياده النائب، مش هينفع. الاستاذ خالد بيومي كمان جابها من زاويه ثانيه خالص. قال لك ده انت حتى لو كنت تملك انك تدينه، ده يرفع ضدك طلب احاطه. انت وزير بقى وقلت يزنقك في حته ثانيه. ولذلك دايما 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 الازدواجية بتعمل مشاكل. دايما الازدواجية بتعمل مشاكل. يعني قضية الإعلام والممارسة الرياضية في الهيئات والأندية، قضية مجلس النواب وتقلد المناصب العامة اللي فيها احتكاك بالجماهير، يتصلح يتحط ضوابط لاستخدام الحق يتمنع الازدواجية دي، إنما يساب الموضوع بالطريقة دي لا. لان هو برضه لما يجي مجلس الشعب يقول لك اصل احنا لقينا ان دي بلاغات كيديه. ما هو ماشي، بلاغات كيديه وبعدين؟ طب الحل ايه؟ انت شفتها كيديه بس الناس سامعاها وشايفاها على وسائل الاعلام طول النهار، مش مخفيه. فالحقيقه محتاجه ان الناس تعيد النظر في استخدام الحق أو في الحق نفسه. عموماً اللجنة على المحك لأنه العقوبة صدرت والناس سواسية زي ما قالوا لنا والقانون على الجميع زي ما فهمونا، في انتظار التنفيذ. لكن تنفذ إيه على العالم الثاني؟ تنفذ إيه على القوة الخفية؟ تنفذ إيه على العمل السفلي؟ كنا بنعتبر إنه الأمر كله عبث لا يهمنا أبدا ولا شأن لنا به،
ان يتقال الشبكه مقفوله، القفل ضاع، ما اعرفش ايه، كل الكلام ده احنا ما لناش علاقه بيه. لكن لما الامر يوصل اتهام النادي الاهلي انه بيكسب بهذه الاعمال السفليه من خلال مدير الكوره واتهامك المباشر لمدير الكوره، تتهم الاهلي وتتهم مدير الكوره كمان في النادي الاهلي انه هو السبب المباشر في كل اللي بيحصل. اتهام رئيس نادي الزمالك لقوة كتيرة بأن هي وراء أعمال السحر تبدو مجمعة. نشوفها لأنه مش سيد عبد الحفيظ لوحده، ونرجع نشوف حقيقة العمل السفلي والشبكة المقفولة إيه. سيد عبد الحفيظ تاني بقول بالاسم أهو. جايب ولد غني خلي بالك، وجايب ولد عايش في اسكندرية. ممنوع. نادي الزمالك كرة عنده تخش جوه، وانتوا شفتوا الماتش ده واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه، الشبكه مقفوله في الوقت اللي النادي الاهلي جاب محترم. طبعا جمهور الاهلي جمهور عظيم وعنده لعيبه كبار جدا، لاول مره في تاريخ الاهلي 18 لاعب 24 بطل مش كده، والاول مره بيخش فيها الا جون واحد. فايلر الفاشل واقف في ذهول الراجل، كل ما يجيب جون الراجل مش مصدق لانه جاي من بره. وانا وريتكم السحر الاسود اللي معمول من سيد عبد الحفيظ تاني بقوله، وده كفر. والولد اللي اسمه هو العتال وابوه، والولد اسمه ايمن عباس وابوه اللي هو ممدوح، تمام؟ انا قلت قبل كده وفي نادي تاني كان اتغلب 5 ماتشات ورا بعض، تمام؟ والراجل المدرب بتاعه قال لك انا اوجع دماغي وشلوني، راح بنفس الطريقه بيبقى مغلوب 2 ويجيب 3 ويغلب بال4. هو ده الكفر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. باتش اليوم اللي يلحق يجيب ساحر اقوى من الثاني هو اللي بيكسب، تمام؟ واديك شفت الكره ماتش محمود على الكره متشطه عادي، لو ثبت عادي جت في رجله جت دخلت جول، مش ده اللي حصل؟ الاخ على السوليه بيشوط كره عشوائيه جت في واحد من جت جول. فاحنا دي مش رياضه. تاني بقول اهو على مسؤوليتي ده كفر. هي زي ما بقول لك يعني الموسيقى في اسمها حاجه اسمها كريشندو، تصعيد، الصوت يعلى 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 ما يجيب اخره. فانت عمال الاول بالتحكيم، الاول الدوله، الاول المؤامره، الان التحكيم. هو ده مش عارف اذا كان في حاجه تانية. ده لا كده احنا وصلنا للجن والعفاريت. كريشندو يعني جينا في الاخر بقى لازم ننزل بالتون شويه. موضوع السحر موجود في الكوره، بس هو دلوقتي بقى كفر. خلي بالك خلي بالك، لان في وقف عند الكلمه دي انت لازم تكون جايبها، هزعل منك لو ما جبتهاش. طيب هو مين اللي كان بيلجا للسحر بالظبط؟ واخد بالك؟ لكن الفكره كلها ما دي تاهت الاناه يا جماعه. هو ده هيبقى في دوري تاني خالص لو كل الناس لجأت للسحر. هيبقى في دوري الصحراء والجدع بقى اللي يعني يقابلني. لا وهيبقى في صحراء محترفين وده سعره يوصل كذا وده سعره فرقه عفركوش تكسب. ومين مين هو وجاب كام بطوله والسحر التاني جاب كام بطوله؟ يعني قصه تانية بقى. ونقعد احنا في بيوتنا ولا نجيب لعيب ولا نعمل حاجه؟ بلاش المصاريف. انت سوقك اللي هتضرب انت يعني مش هتبقى مهندس الصفقات. لا ما هيجي واحد تاني شيخ بقى البس عمة واقعد. هيجيب عفريت الصفقات. أيوة. هيجيب حد يجيب العفاريت. شيوخ هي اللي هتبقى ماسكين التسويق الرياضي. فانت يعني حاجه غريبه يعني ماشي من حقك في لحظه تعبان معين ورحت الدكاتره مفيش حاجه، ما حد يجي يقول لك فلان ده هيرقيك هيعمل لك عمل هيكلم لك حد انت راكبك جن. والله قد تجي لك لحظه ضعف وتصدق ان راكبك جن. ما هو انت جربت عايز بقى تروح لاي حاجه وترتاح، لكن انت وانت رايح عارف ان ده مش الحل. ما تقدرش تقعد حتى لو بالصدفه خفيت مش هتقعد تتكلم في وسط الناس ان السحر يعني هي الفكره كلها تبقى ماشيه دعابه، لا تبقى يعني في لحظه زهق الواحد يقولها، لكن ما تبقاش دي قاعده. زي ما قلت لك القفل اللي على الشبكه ده مين اللي حطه؟ طب لما الفرقه بتلف في الشوط الثاني هتاخد القفل معاه ولا هتعمل ايه؟ مع الفوطه والجيركن بتاع ازازه الميه. استنى نسيت القفل هنا. يعني ما هي قصه ما يعني
في حاجات لما تفكر فيها بالعقل تخليك تندهش برضه يعني. لا تفكر بالعقل تزعل، تزعل بجد. ما بتوصل بقى نوع من انك انت الناس لو فضلت في السكه دي وصدقت الكلام ده هتبتدي الاقفال من الشبك تبقى على العقول. يعني مش هتبقى المساله وان كان يعني قد يكون هذا حل للسلوك الرياضي خلاص بالسحر بقى ومالناش دعوه. نزعل من بعض السفل. ليه بقى؟ نلعب في الدوري السفلي يعني نزعل من بعض ليه؟ ده كله شغل عفاريت مع بعضها. طب بس سيد عبد الحفيظ انا مش عارف هيتهم بايه ولا بايه؟ كل اسبوع له تهمه. مش فاهم يعني اخرتها ايه؟ من الاخوانجيه. من الاخوان اللي ما تقدرش تروح بلدكم، اللي اتحدى لو عملت ما اعرفش ايه دلوقتي والعياذ بالله. ومعاه خاتم سليمان والسحر. دلوقتي السيد ما حدش قده. اه بقى ما هو ده انت تخاف منه يعني. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه. اذا كان سيد لا ده. طب انا اقول لك حاجه. عرض على الكابتن سيد لما الاصابات زادت كتير جدا. وانا شاهد عيان. في حد ممكن يقول لك الاصابات دي، وحد ممكن يعمل لك ايه في النتائج، وحد قال لهم ازاي الكلام الفارغ ده؟ انا اروح لفرقتي اقول لها انا اؤمن بهذا الكلام. طب يلعبوا ليه؟ احاسبهم ازاي؟ صحيح. والله العظيم رد بكده. صحيح. لا انت حق يعني. انت لا انت في نفس المشكله. عشان بس ايه؟ النادي الاهلي لما واجه هذه المشكله في الاصابات ايه اللي حصل؟ السيزون اللي فات لو فاكرين وصل عدد العياده كان حد بيقوم وحد بيقعد. كابتن الخطيب دعا المؤتمر علمي، جاب نخبه من كبار المتخصصين في اصابات الملاعب على راسهم البروفيسور العالمي الدكتور احمد عبد العزيز، اللي شكل فريق طبي من كل التخصصات في الكتف وفي الدراع وفي الانكل وفي عضلات الفخذ، كلها تخصصات مجزأة. وتم الاستقرار ان ده الكونسلت الطبي اللي بيتابع حالات لعيبه النادي الاهلي، اللي يحدد اسباب هذه الاصابات ايه، واللي يتعامل مع كل حاله. ولغايه النهارده اي اصابه بتحدث للاعب في النادي الاهلي بيعرض على هذا الكونسلت اولا عشان يشخصه ويحدد اتجاه العلاج بتاعه يبقى ازاي. ده اللي جو للعلم اللي مواجهه ظاهره. اذا كنا فعلا بنحترم عقولنا، واذا كنا فعلا مدركين قيمه دولة علمت العالم الحضارة. أستاذ إبراهيم. دولة يعني مارست أساليب الحضارة من 7000 سنة. الأسلوب نرجعها بتاع دلوقتي. إدارة كرة القدم وتواصل المواسم وضغط المباريات. في أسباب. وتعدد البطولات بيؤدي إلى هذا. هتقولي إشمعنى الأهلي؟ لأنه هو الأكثر تعرضا لهذه الظروف، هو اللي عنده أكبر عدد في المنتخبات، هو اللي عنده أكثر برنامج مشحون، عربي كان وإفريقي ومصري، السنة دي مصري وإفريقي، وطول ما أنت ماشي ها يبقى أنت اللي بتتعرض لهذه الظروف أكثر. فالناشئ أو اللاعب اللي جاي لك من بره، الحمل التدريبي اللي متعود عليه بيختلف، العبء النفسي اللي متعود عليه بيختلف، التوتر بيختلف، المسؤولية بتختلف، الضغوط بتختلف، أحمال التدريب، كل هذه أحمال التدريب اللي جسمك مش مؤهل ليها. صحيح. البناء العضلي بتاعها مش واخد على اللود. إذن هناك أسباب بتحاول تعالجها وتاخد بالأسباب العلمية. لكن انا لو انا قلت للعيبه ما اعمل لكم هيخافوا يلعبوا، لو قلت للعيبه لما تخسروا يبقى انتوا خسرتوا عشان ما اعمل لكم سحر، انا شلت المسؤوليه من على اللعيبه. خلاص بقى تبذل مجهود ليه واحاسبها ازاي؟ هنا على الله والخافي. هنا الخطوره. وممكن تريح جزء من الجماهير، تجد ان هي بقى ايه دي مش مساله كوره ولا مستويات. ده الاهلي عامل عمل صراع شيوخ. كل الكلام ده كل واحد حر، احنا لا ننتقد ولا ننصح، احنا بنحلل موقف وكل واحد عنده دماغه، ومع القفل يحطه في الشبكه يحطه في الدرج يقفل بيه، هو حر. طيب احنا بنقول في كرة القدم لازم ناخذ بالاسباب الفنيه والعلميه والاداريه في كل حاجه. خلينا في احنا بنتكلم كره طبعا في كل حاجه طبعا. بس عموما عشان كلامنا يبقى خفيف على الكابتن سيد عبد الحفيظ ويرضى عننا لحسن غضب الاسياد صعب قوي، والسيد ده من الاسياد دلوقتي. الراجل ما اتهمش سيد عبد الحفيظ لوحده، تقريبا اتهم الجميع.
نشوف. عندنا الشياطين والاشرار والسحر والمشعوذين وكفايه قرف. انا بس عايز اقول لمدرب بيدرب في مصر، بطل تمشي بالسحر والشعوذه بمناخيرك دي. الولد اللي جاب ازازه ميه بيقولوا لي في الايربيس، بيقولوا لي في الايربيس، حد رش ميه على باين ودخل قبل الماتش بثلاث ساعات يرش ميه في الجون ده والجون ده. ده كان في ولد صغير زملكاوي في الدور الاولاني رش ميه قناه الاهلي وعملوا عليه غليله. هو بص طارق العاشر مش عايز يتوب. ابو صعب ده فتحي يا حسام، فتحي اللي بيعمل لك السحر، فتحي شايفينه؟ ادي يا ابني خلاص، ده الساحر، ده اللي ياخد المكافاه يا حسام. يا حسام يا حسن ما تقولهاش، هو ده. الاستاذ حسام الحضري قافل جونه صدقني انا بالجن والعفاريت، صدقني ثانيه واحده والله هيضحكوا، مين اللي بيضحكوا؟ والله بالسحر. على فكره حسام هو بيعمل كام ده من زمان. لا الجونين اللي دخلوا في عمر ده زي ما قلت ما خش في طفل. ايوه والجون اللي دخل في عماد النهارده ده السحر الاسود، ده السحر الاسود. هو انت يا اخ الشناوي ايه الجبروت النهارده يمين وشمال وعمال اصد؟ ابو عباس كفر، وبعدين كفر. ان شاء الله باذن الله عندنا الماتش النهائي يوم الاثنين. ده مهم جدا، مهم جدا ماتش الاهلي. يا كابتن ايمن، ايمن يونس، كابتن ايمن يونس، يا كابتن محمد صلاح، كابتن محمد صلاح نجم نادي الزمالك، طبعا ابعدوا عنا جامايكا لان جامايكا كان شغال ماتش برج العرب 100 100. عايز لاعب النادي الاهلي راجل لراجل، مدرب لمدرب، لاعب للاعب، لاعب للاعب. انما حضرتك هتعمل لي سحر زي المره اللي فاتت، انا بقول لك دي مش رياضه. كلام لازم نناقشه. طب الاهلي بيكسب بالسحر، طب بيخسر ليه؟ بيخسر بطولات. يعني هو 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 ليه خسر ماتش السوبر بضربات الجزاء اللي كان الكابتن حسام غالي يشوط مسكها عمرو اديب في الاستوديو؟ ضيعنا 4 ضربات. طب ازاي يعني؟ هل ده ما عملناش سحر ليه؟ السحر غلب سحر. هيقول لك ما كنتش متعاقد على ضربات الجزاء. هو السحر ما كانش جميل يعني، بيقدر يلاقي. ويوم يوم 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 الوداد اما خسر هنا 4 وكسب هناك 5 كان فاضل له جون وتعدي. فقال لك بس هم كانوا عملوا سحر بس ما اتفقوش على الخامس، على اللي هيخش فيهم. ايوه. يعني فهو ما فيش جدال انه عنده ده طارق العشري وعصام الحضري، هو عنده خفه ظل وعنده سرعه بديهه ويقدر يربط الامور. واخد بالك؟ فما علينا، لكن خلينا في نفسنا. احنا بنقول دعونا ناخذ بالاسباب، نمشي زي ما احنا، واذا كان حد وبعدين ده انت القران حتى قال لك ازاي تتغلب على السحر بالقران. شوف يا باشمهندس، لان انا اكتر حاجه بتستفزني الاستناد لاي دجال لما يتكلم على الشعوذه والكلام الفارغ ده. اصله ده السحر ذكر في القران. ايوه ذكر في القران، وكل حاجه ذكرت في القران، بس حتى لما هذه الاعمال ذكرت في القران ربنا قال ان هم لن ينفعوا احدا به، لن يضر احد ولا ينفعوا الا باذن الله. واخد بالك؟ عشان بس يبقى نص الايه، مش ضارين حد بيه الا باذن الله. طب ما هو باذن الله، والله نفسه ربنا سبحانه وتعالى هو الخاطب الناس، يقول للالباب وخاطبهم بالعلم ودعاهم للعمل وقول اعملوا. يعني ربنا اللي هو بايده ياذن الاخذ بالاسباب، الاخذ بالاسباب والاخذ بالعلم واحترام العقل. لكن احنا نسيب الامور ان احنا في القرن 21 نرجع إلى أدنى مراحل الانحدار العقلي، أنا ما أعتقدش ده أمر يليق أبدا بقيمة مصر حتى في متابعة الأشقاء لينا برة. عايزين دوري لوحده، قال لك هيتعمل دوري للجن. فقلنا له طب ما الشياطين الحمر هيكسبوه يعني. يعني ما بالآخر هتبقى دول الشياطين الحمر، طب نروح فين بقى؟ عموما الاستاذ فرج عامر ساله الصديق العزيز عصام شلتوت عن حكايه القفل اللي كان قافل به الشبكه بتاعته، نسمعه.
يعني التعادل ده يا باشمهندس جهد لاعبتك وجهازك الفني، جهد مشكور يعني. طب ما طبعا، امال ايه؟ طب هو يعني بالسحر، بالسحر يعني. ما انا غلب الزمالك كتير قوي، مش سحر يعني. خمس سنين مش عارف يغلبني، مش سحر يعني يا فرج. 3-0 في استاد في استاد اسمه ايه، ويوم خد مني الكاس ما خده بالحكم المرتين النهائي. مش فضلت غلبه للدقيقه 86 والحكم حسب 2018 و2014 يا بيه. بص عايز اقول لك حاجه، الحجج الفارغه بقى والكلام التافه اللي الناس بتضحك على ناس، ده الكلام ده خلاص انتهى. الناس عرفت الحقيقه وعرفت وشافت كل حاجه. سيبك بقى من الكلام اللي ايه اللي ملوش لازمه. احنا مش ناس لابسين بافيتا وبنريل. الضحك ده الناس ما تداريش خيبتها وما تداريش فشلها بكلام فاشل، عشان الكلام الفاشل ملوش معنى. اللي يقول لك سحر ومش عارف ايه، لو سحر كانت افريقيا كسبت كاس العالم. صحيح. سيبك من الكلام الفارغ. صحيح. دايما اللي بيقول الكلام الفارغ بيبقى عقله فارغ. طبعا رد في منتهى الوضوح، كان منفعل يعني. طبعا الوضوح في انفعال برضو يعني قوي يعني. اتضايق ان هو وادى امثله. طب انا هو خسر الكاس ليه في الدقيقه 86؟ يعني لو هو اصليه كده، اذا كان انا معايا حد يقدر يكسبني مش هستخدمه ماتش وماتش. خليك معايا بقى، اوفر لي ان انا اروح اصرف كل ده على اللعيبه وعلى هجيب اي لعيبه والساحر اهو بيكسب ومية مية. فيعني ما نربطهاش بكره القدم. سموحه اللي عنده قفل كان قافل بيه الشبكه بتاعته في ماتش الزمالك، ما اعرفش ليه ما قفلش القفل ده وهو بيستقبل 9 تجوان السنه دي. يعني لعب 8 ماتشات، سموحه دخلت شباكه 9 اهداف. يا جماعه قليل من العقل شويه. بقول لكم سموحه استقبل 9 اهداف، القفل ده كان جايبه بس في المباراه دي وغاب عنه بقيه الماتشات ولا لا؟ ما اعرفش. عموما الاتهام وهو تاني قفل الشبكه دي، القفل لف معاه، ما حدش بيقول لنا. ولا كان معاه قفلين؟ هل كان في قفل في الشوط الثاني على ثم قافل على نفسه؟ ولا ساب القفل في الشبكه؟ بقول لك قافل على نفسه. ايوه ما هو يعني فعلا شر البليه ما يضحك. الاتهام قديم، والكابتن ميمة عبد الرازق وقت ما كان ماسك سموحه، ايه الحكايه بتاعت سموحه دي؟ كانوا اتهم بنفس الاتهام، بس الدكتور ميمي رد كمان رد لطيف. مبروك الفوز الكبير النهارده على فريق الزمالك، عايز اعرف منك ايه اسباب الفوز من وجهه نظرك كمدرب عام للفريق السكندري؟ سمعت برضه هقول لك على حمزه، سمعت الكابتن وائل بيقول لك المغرب السحر ومش السحر. خدت بالك؟ انا قاعد بضحك، سحر ايه؟ ما كانش حد غلب لو في سحر. عاوز اقول لك على حاجه، ده الكابتن وائل طبعا بينفي ان يكون نتيجه المباراه النهارده سببها السحر. انا عارف سحر. انت حضرتك انت راجل زيادات عامه في احنا في الالفيه بتاعنا، خلاص يعني خلاص على عدينا القرن ال 21. فانا بكلمك بامانه، انما هو اجتهاد. انما هو الزمالك لو جاب جون، انما انت لعبت واجتهدت وحافظت على السيستم بتاعك. ماشي يعني كابتن ميمي، ما هو طبعا هو كسب الاهلي 3 وكسب الزمالك 3 وخسر منهم، ويعني طالما انك انت بتكسب وتخسر، ما جيش لما تخسر يبقى كفاءتي ولما تكسب يبقى السحر. يعني الاسقاط في علم النفس ان انت اللي جواك تتهم به الاخرين، ده الاسقاط. اللي انت بتمارسه تسقطه على الاخرين، ده علم النفس. في ادق واهم نظريات علم النفس الاسقاط، اللي فيك بتقدر تتهم بيه غيرك، تتهم الاخرين بسلبياتك انت. عشان كده كلام ميدو كان مهم جدا، احمد حسام ميدو للاستاذ عمرو اديب، عن مين اللي بيستخدم السحر بالظبط. استدعاني رئيس النادي واحنا كسبانين 4 ماتشات. رئيس النادي قبل مباراة سموحة ب 72 ساعة أنا وحازم، وقعدنا معاه مع مرتضى منصور في بيته، وطلب منا طلب أنا عمري ما شفته ولا سمعت عنه في كرة القدم.
ايه الطلب ده؟ من فضلك كابتن ميدو ما تلعبش باسم مرسي وكهربا الماتش الجاي عشان معمول لهم عمل وهيتفك الاسبوع اللي جاي. لا 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 دي واحده قلتيني زي ما بقول لك يا عم. لا قلتيني ما تلعبش باسم مرسي وكهربا الاسبوع الماتش سموحه عشان معمول لهم عمل وهيتفك الاسبوع اللي جاي. فبصيت لحازم مش مصدق. انا رئيس نادي الزمالك بيقول لي ما لعبش لعيبه عشان خاطر اعمال. انا الكلام ده سمعت يعني سمعت ان هو بي 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 بيتداول وبيحصل وان الراجل بيفكر بهذا الشكل وان هو مؤمن فعلا بان الشيوخ يا مرتضى لو الشيوخ بتكسب في الكوره وال 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 وان انت راجل فاكر ان انت الناس كلها بتعمل سحر للفرقه وللناس كلها فانت بتمنع السحر بتمنع الاذى زي ما انت بتطلع تقول ده مش موجود في الكوره لان انت لما بتعمل كده يا عمرو بتخلي اللعيبه تركز في الموضوع ده. احنا معمول لي عمل ده مش هجيبه جوانا انت فاهمني. فالموضوع برضو انت طلعت قلت ان ايه ان ميدو بيقول ان الزمالك كسب بالسحر والشعوذه. ما تتلعبش بالكلام انت وعيالك. انا ما قلتش ان الزمالك كسب بالسحر والشعوذه. انا الوحيد اللي كنت بدافع عن حقوق الزمالك قدام الاهلاويه كلهم لمده 8 9 سنين اللي كان عندي الشجاعه ان انا اطلع اقول الزمالك كسب بطولاته كلها بعرق ولاده. لكن انت من ادخلت على نادي الزمالك هذا الفكر وهذا الاعتقاد. وميدو اكد على هذا الكلام مره اخرى في قناه الحياه. اتفضل نسمع ميدو. وعايز اقول لك معلومه تانية يا سيف والصور معايا وموجوده ان نادي الزمالك السنه اللي فاتت كلها بالكامل للاسف ان انا بقول كده على بيتي كان شغال بالشيوخ وان كان في شيخ بيتواجد مع نادي الزمالك في كل المباريات وبيركب معاهم الاتوبيس وبيحضر معاهم المباريات والصور موجوده معايا وكان بيتقاضى 7000 جنيه في المباراه. شيخ متواجد بيعمل سحر وشعوذه وباكد لك مره ثانيه ان الصور معايا. طيب هو الشيخ ده كان بياخد 3000 جنيه ده سعره 3000 جنيه ده اهدار مال عام. لا الشيخ انت ما عرفتش تجيب لنا شيخ زي كده؟ ما عرفتش تتفاوض مع شيخ من دول؟ مش محتاجين يا ابراهيم. طب الشيخ ب 7000 في الماتش. يعني ميدو بيقول من واقع التجربه صحيح صحيح الراجل يركب معاهم العربيه والتشكيل يتاخد كده هيدي مشكلة. ويبدو ان الاستاذ مرتضى مقتنع الله اعلم بقى بهذا الكلام. شوف هو يعني يا جماعه بعيدا بجد عن كل ده للي عايز برضو يمارس اي دور من المسؤوليه تجاه العقل الجمعي بتاع الجمهور الكوره لان احنا لو في جمهور صغير في السن ومستوى تفكيره ومستوى تعليمه ما يقدرش يفصل بين هذه الامور وفعلا يقدر يفرز لا احنا بنمارس جريمه حقيقيه على العقل الجمعي والوعي العام. ان احنا بنقول لجمهور الكره ان ده موجود وبنقول لجمهور الرياضه انه حتى الطالب اللي بيجتهد لا تقدر تشيل حجابه وتعمل عمل وتقدر مش عارف تعتمد على ايه علشان تنجح. احنا بنصدر ثقافه وبنشكل وعي بطريقه فيها نوع من ال دي هتخلق من نوع جديد. لا نوع جديد من الناس اللي هيستفيدوا منها. يعني انا لما اجي لك في الثانويه العامه اقول لك هجيب لك الامتحان وخلاص بقى بنسد. ما هو الكوره اذا كان الكوره فيها سحر في كل حاجه بقى هجيب لك انا الامتحان كم واحد يقدر هنجحك كم واحد يقدر ينصب بكده ينصب بكده مش كده لا شيوع ثقافه بهذا الشكل في مجتمع ودايما بناكد على ده مجتمع الرياضه ومجتمع الكوره مجتمع شعبي في كل المستويات علميا وعمريا فبالتالي التعامل معاه بهذا القدر من الاستهانة بقيمة العقل وقيمة العلم وصحيح الدين لا في مشكلة كبيرة في مشكلة كبيرة بجد لازم ننتبه ليها في الوعي العام في الحفاظ على قيم المجتمع في الحفاظ على حق المجتمع في النهوض في الحفاظ على حق المجتهد في الحفاظ على صورة مصر نفسها لازم اتهمه ان هو حق المجتهد حق العمل حق الاجتهاد حق الاخلاص ايه ده؟ فسيبكم من كل الكلام الخاص بالكره وغيره، دي جريمه اعتداء بجد على العقل العام، على الوعي العام. على قيم المجتمع والمستوى العام لمصر. اتمنى
رياضيا لا نعبس بهذا الامر مع الجماهير لهذا الحد، لكن فكره ان انا افسر ضياع فرص على انه شبكه مقفوله او عمل سفلي او النادي المنافس بيلجا لده او ان عنده شيخ، ده كلام غريب جدا. لانه لو حبينا نعمل متابعه للفرص الغريبه العجيبه اللي بتضيع في ملاعب الكوره، لا هنكتشف ان عفركوش ده موجود في ملاعب الدنيا كلها، وانه مش بس زي ما الاستاذ فرج عامر كان قال لك افريقيا كانت خدت كاس العالم، كانت كل الفرق الافريقيه كسرت الدنيا، كانت اوروبا ما شافتش قدامها ما دام هي شغاله بالعلم وبالعقل، وافريقيا تسود بالفنكوش بتاعها والاسحار بتاعتها. فرص الكوره والفرص السهله هنوريكم عينه منها، عينه بينه، لكن بالتاكيد كلكم بتتفرجوا كلكم عارفين اي حد ممكن يضيع اي فرصه لاي سبب غير انه القفل يكون على الشبكه. طيب شفنا كريستيانو، برشلونه، مبابي احسن لعيبة العالم، الراجل قال يا لهوي في الاخر بعد كل مواقع خد الكره والشبكه فاضيه على اساس انه جول لا محاله وقال يا لهوي تاني ان ضاعت. يعني يا جماعه الكوره عباره عن يعني حتى زي البلياردو، اللمسه في المكان بقوه معينه تواجهها اتجاه معين، هي كده ليها سبب علمي. اللي بتعلى من على خط الجون اتلمست في الحته اللي تعليها بالطريقه وبالقوه اللي تعليها. فخلينا طبعا في بخت هنا، نقدر نقول سوء بخت، سوء بخت خلاص. بس ليفربول واضح انه معاه شيخ جامد قوي، ايه انتصاراته مستمره، جاب جون تاني، انه معاه سر باتع جدا، جاب جون تاني. عموما ما تقول ايه، لا لسه ما تابعتش النتيجه، كانت نتيجه 1-0 يا جماعه اللي بيتابع ليفربول، 2-0. طيب معاه شيخ، بقول لك يبقى جاب جون تاني، ما انا بقول لك معاه سحر جامد قوي، 2-0. طيب افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها، ده للتدبر وده فعلا حرصا على مصر. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف جوجل والمعنى الحقيقي للقطبين.